تقريب القضاء من المواطنين للسيدات والسادة النواب المحترمين عن طريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. عن تقريب القضاء من المواطنين وسائلكم. سيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا لفريق التجمع الدستوري على هذا الموضوع المهم. يعني لست بحاجة للتذكير بأهمية تقريب القضاء من المتقاضين ولا التأكيد على الأولوية التي يحتلها هذا الهاجس في انشغالات الحكومة. أريد أن أشير إلى أن هذا الانشغال تجسد فعليا بصدور المرسوم المتعلق بالخريطة القضائية الجديدة والذي دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية في 28 دجنبر الماضي. هذا المرسوم ينص على إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة قلميم ودنون، وهي محكمة الاستئناف قلميم، ترقية 7 مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم وجود عملاء. يتعلق الأمر بتنغير الحاجب بيوغرا سيدي إفني المضيق أجرادة الدريوش، ترقية 5 مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم عدد القضايا المسجلة رغم عدم وجود عملاء. يتعلق الأمر بتفلت مشرع بالقصيري بوزنيقة سوق السبت ولد نمة وترقيست، إحداث محكمة ابتدائية جديدة بتحنوت. في هذه المراجعة كتصبح عندنا 22 محكمة استئناف بدل 21، 83 محكمة ابتدائية بدل 70. تعقيب. تفضل السيد النائب. السيد الوزير، احنا هذا الشيء كلشي اللي جا في المداخله ديالك فعلا كياكد مدى تقريب القضاء من المواطنين، ولكن احنا في فريق التجمع الدستوري كنا نرغب بالنسبه لبعض المراكز القضاه المقيمين اللي تم الاغلاق ديالها انها فعلا كان خص يكون الاغلاق ديالها يكون بناء على واحد الدراسه، لان هذه المراكز القضاه المقيمين منها مثلا المراكز اللي تابعه للميدلت من ديال تونفيت، ومنها المراكز اللي تابعه للصفرو كمركز ديال رباط الخير ومركز ديال مجزر كندر. هذا الاغلاق ديال هذه المراكز هذه الحق الضرر بالمواطنين وبعد عليهم القضاء وما بقاش قريب عندهم، كخص المراجعه ديال هذا القرار اللي كان تم في العهد ديال الوزير السابق اللي كان مجموعه ديال المسؤولين القضائيين عارضوا فعلا غلق بعض المراكز. ثم انه بالنسبه لاحداث بعض المحاكم الابتدائيه شيء جميل انه الترقيه ديالها قرب القضاء المواطنين، ولكن كان بالنسبه لبعض المراكز الاخرى كان خصها تستافد منها مركز القاضي المقيم بتهله، حيث عدد الساكنه ديالو يفوق 120 الف نسمه. ثم بالنسبه للجماعات بعيده على تزاد 140 كيلومتر، 120 كيلومتر، جماعات عديده منها جماعه ديال بويبلان، جماعه ديال تزارين، جماعه ديال بوزملان الى اخره. كل سيد نائب شكرا. تعقيب اضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب. تفضل سيدنا. ما بقاش الوقت السيد الوزير.